الوفاق. مكلوش الخطير والسريع، مكلوش يحاول لا سواء هناك وضع يتسلل الذهاب، مرتد يحاول الذهاب، خروج شوشي والكرة في مرمى الحارس. شوشي والوفاق وأول أهداف المباراة لاتحاد الجزائر عن طريق اللاعب تهام نور الدين، يتمكن من افتتاح باب الشيل، انفراد ممتاز بالحارس شوشي، خروج غير موفق، والهدف الأول بقدم شوشي أو بقدم تهام في مرمى شوشي. فرحة انصار للاتحاد فوق المدرجات، هي محاولة لا وجود لوضعية التسلل، وذهاب يراوغ خروج شوشي، انفراد والمراوغة، والكرة سهلة في مرمى الحارس شوشي من ذهاب نور الدين، يدشن الموسم الاحترافي بهدف أول في مرمى شوشي.